بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في إنجيل العشية شفنا كيف اجتاز المسيح بالتلاميذ إلى العبر من بحر هايج وظلمة وخطر الموت إلى الميناء والهدوء، بس كان المسيح موجود معاهم فطلبوه، وشفنا ازاي بنطلبه. إنجيل اليوم انتقال من مملكة الشيطان إلى ملكوت الله، وبكل اختصار بروح الله القدوس، لأن زي ما قلت امبارح كان المسيح موجود. طب والنهاردة روحه موجود. أقرأ الإنجيل ونركز على الحتة دي، كيف ينتقل بينا المسيح من مملكة الشيطان إلى ملكوته. أول حاجة لازم ندركها كويس، إن في حاجة اسمها مملكة الشيطان، شفناه امبارح وهو بيهيج الريح وغرضه إنه يقتل الإنسان. هو طول عمره قتال للإنسان وليه سلطان، ليه مملكة. طب إيه صفات المملكة دي؟ متمثلة في الرجل ده، قال لك مجنون، أعمى، أخرس. يا ساتر، هي دي صفات مملكة الشيطان، يخلي الإنسان مجنون مش في وعيه. وبعدين الحكاية دي احنا بنشوفها حوالينا كتير، يعني أعمى مش قادر يشوف الحق، أخرس مش قادر ينطق بتسبيح الله. دي مملكة الشيطان. مش عاوز بس أشبهها في الجسد، واحد أعمى أخرس، تبدأ في إيه ده؟ ده في إيه ده؟ يعني تصدق إن الإنسان بعيد عن ملكوت الله في عرف الروح زي كده. وعين دول بنشوفهم مش بعاد عننا، لا في لسان يسبح ولا في روح تقبل الكلمة ولا أذن تسمع كلمة الله. يقولك هو كده، أنا طبعي كده، واللي عايش بي كده، واللي اتعلمت هو كده. كلمة الإنجيل ملهاش مدخل عنده. هو ده عمل الشيطان، يقفل مداخل الإنسان للروح القدس، يسد الروح القدس إنه يدخل. طب كيفية التحول؟ جه المسيح وبعدين قال الكلمة دي: إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. بس الحمد لله، بقى الحمد لله إن إحنا أخذنا الروح القدس ده. طب أعمل له إيه؟ شوفوا، الروح القدس ده هو روح الله القادر وحده إنه ينقلنا من العالم اللي شفناه امبارح مظلم ومضطرب وبحر هايج، وشفناه النهاردة من إنه يخلي الإنسان بره وعيه، بره إمكانياته الله معطيها له عشان يتصل بيه، يقفل المنافذ. الروح القدس ده هو القادر وحده إنه يرجع للإنسان مواهبه المعطاة ليه لكي يتصل بالله. طب ده احنا اخدناه، باقي حاجة واحدة، ان احنا نيقظوا جوان. شفنا التلاميذ امبارح لما احتاسوا في الريح راحوا لجأوا ليسوع قوموه. طب وانا النهاردة ازاي اقوم الروح القدس؟ الجميل قوي في صلوات الساعة الثالثة اللي انا اتوسل اليكم النهاردة، انكم لو ما ترجعوا البيت تقول أنا لازم أحفظها، أحفظها صام.
روحك القدوس اللي أرسلته على التلاميذ في الساعة الثالثة، جدده في أحشائي. يقولوا هلما تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس أيها الصالح، خلص نفوسنا. روح القداسة، روح النبوة، صلاة، روح العفة، هلم وتفضل حل فينا. على نفس المنظر بتاع امبارح، قوم الحقنا بنغرق. روحك القدوس قوم حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، خلص نفوسنا. هلم وتفضل. يعني واحد يقول اتفضل، ما هو أصلها هلم وتفضل حل فينا، ده بيرد على اللي واقف على الباب، ها أنا واقف وأقرع. يا بخت اللي يصحى كل يوم الصبحية ويقول له هلم وتفضل، تفضل حل فيا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. ده الروح، ده الروح اللي الله أسكنه فينا علشان يتصل بينا. من أجمل التشبيهات اللي شبهه الآباء الروح القدس، إحنا كلنا كنا أطفال في بطون أمهاتنا، إزاي كبرنا في بطن أمهاتنا؟ ألا كان فيه الكورد ده، الحبل السري ده، ده بيعمل إيه؟ ده بياخد من الأم ويغذي الجنين. ممكن تحس بالروح القدس هو كده، يأخذ مما لي ويخبركم، يأخذ من الآب ويطبع صورة الابن فيا. يا للروح القدس. طيب غياب الروح القدس إيه؟ خرابة، زي ما انت شفت، أعمى، أخرس، ما بتتكلمش. اوعى تفتكر انه العمى دوت بتاع العين ده بسيطة، لا، لما عمى الروح دي مصيبة. ليه؟ لأنه حياتي المسيح في مجده وقلنا لا نراه برضك كده بعد العمر ده كله والعشرة دي كلها والانتظار ده كله، يجوا ما نشوفوش، ليه؟ العين اتعمت. طب وده ممكن واحد يبقى كده؟ ودي علامات آخر الزمان لما سمعناها في سفر الرؤيا لآخر ملاك، قال له أنت أعمى وبائس وعريان وفقير، طب ليه؟ قال أني غني وقد استغنيت وليس لي شيء لحاجة أبدا. مش دحنا برضه؟ إحنا ناقصنا إيه؟ مين النهاردة يحس أنا ناقصني الإنجيل، ناقصني روح الله؟ طب تاني برضك، كيف أفتح لروح الله؟ أقول له خش، يدخل إزاي؟ عشان ما يبقاش كلام معايا، بالإنجيل، بالكلمة. الكلام الذي أقوله هو روح حياة. لا، الواحد يفتكر أنا بكلم هقوله هلم تفضل كلمة بقولها، لا دي مش كلمة، ده أنا هقوم أفتح إنجيلي واخضع حياتي تحت الكلمة، يدخل الله ويملك ويحط فيها الذهن واللسان اللي ينطق بعظائم الله. شوفوا النعم اللي خدناها، ولما الإنسان يهملها يرتد حاله للمنظر المؤسف ده خالص. حاجة تانية اللي ألفت نظرنا ليها في الإنجيل النهاردة، إنها خطية مميتة، خطية الحسد. لما المسيح له المجد أخرج الشيطان والرجل رجع بقى عائل، أما الفريسيين فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا بعل زبور رئيس الشياطين. ليه؟ ليه؟ ليه ما قدروش يشوفوا في المسيح المخلص اللي فتح عينين واحد فعلا؟ بسبب حسدهم. يا خطية مميتة، قصدت أتكلم عليها لأنها منتشرة، لأن الشيطان هو الحسود. يقولك الموت دخل إلى العالم بحسد الشيطان. خطية الحسد دي
بتضر الإنسان نفسه اللي بيحسد، ما بتسقش للآخر كتير. طب أعمل إيه؟ الحسد ذات، واحد باصص على نفسه ومش طايق يبقى واحد أحسن منه، قضية وحشة جدا، بتخلي الواحد يشوف النور ظلمة، يشوف الحق باطل، يشوف المسيح يقول عليه شطار، مش قادر أنطق الكلمة لولا أنها مكتوبة في الإنجيل. قالوا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبون. للدرجة دي تخلي الإنسان يشوف المسيح بعل زبون؟ ما احناش بعاد قوي عن الفكر ده النهاردة. ما النهاردة الناس بتبص للمسيح كأنه خرافة، وبتبص على المسيحيين كأنهم بردك متأخرين، متخلفين، بسبب حب الذات، مش طايق أشوف حد أحسن مني. أرجوكم خلوا بالكم من خطية الحسد، تحسها جواك وتشوفها، تشوف كل الناس مثلا بتكرم حد أو شايفة، أنت مش قادر تشوف دي. العيب مش فيني في الناس برا، العيب فيك أنت وفي أنا. تعالوا في هذا القداس نصلي لروح الله القدوس إنه يحل فينا ويطهرنا من كل دنس، وينزع من قلوبنا كل حسد، لربنا المجد الدائم للأبد. آمين.